مش البطوله كلها. لا بس الفتره الاولانيه في لعيبه جت لنا بقى اللي هم ايه من الاربعه دول جابوا لنا ثلاثه، جبنا ثلاثه بعد ما خف يعني تسعه. ال ده يعني ال حضرتك لعبه كره السله الكراسي كمان، انا ما اقدرش انزل اي حد مكان اي حد، ده لينا درجات اللي هي اتقالت في في الاعداد درجات. الجزائر على حسب درجه الاعاقه او درجه ما نزلتش عن 14. احنا الحمد لله السته دول كانوا ما يجمعوش 10 و11 و12 بالظبط، وبنلاعب فرق عندها 14 كانوا ابطال. كانوا فخور ده كانوا انا فخور بيهم كانوا انا فخور كانوا ابطال طبعا انا فخور بيهم وبوجه لهم التحيه طبعا. انا عايز بس استاذن حضرتك ان انا اشكر المجلس السابق بقياده المجلس اداره اللجنه بقياده الدكتوره حياه خطاب طبعا الدكتوره حياه خطاب ومجلسها المحترم، وبقدم التهنئه دكتور حسام الدين لاستاذ الاداره الكبير الدكتور حسام الدين مصطفى ومجلسه المحترم. كان ضيفنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت وكان يجلس مكان حضرتك وشايل لكم حاجات حلوه كتير شاهدناها وربنا يوفقهم حلوه ده في الهواء في الفواصل شايل لكم حاجات حلوه كتير. بس خلينا نروح لبطلنا كابتن احمد. لا جيت لك بقى ولا حبيبي يا كابتن قبل ما اروح للتفاصيل. احمد فتحي بيبو، بيبو دي جت منين؟ بيبو دي جت وانا كنت صغير عندي 9 سنوات، كنت بعمل علاج طبيعي في معهد شلل الاطفال اللي معروف في امبابه. النادي الاهلي قام بزياره بقياده الله يرحمه كابتن عبده صالح الوحش، وكان معاه كابتن محمود الخطيب، وكان معاه ناس افاضل كتيره بس انا مش متذكرهم. انت فاكر الاثنين دول عشان بتحبهم؟ بس الاثنين دول يعني الكابتن عبده صالح الوحش ابويا الله يرحمه كان عاشق للنادي الاهلي جدا، والكابتن محمود الخطيب كان الاغنيه بتاعته الشهيره بيبو بيبو الله يا خطيب. فانا اول ما شفته يعني انا صغير وما كنتش اعرف يعني ايه اهلي او رياضه او الكلام ده كله، فمن هنا بدا حبي للشخص قبل ما يبقى حبي للرياضه. وبسبب الشخص دوت بدات اتابع كل المباريات بتاعته بقى القديمه والكلام دوت، بجانب حب الناس وحب الملايين طبعا ليه. وفي ماتش اعتزاله البكاء اللي هو بكاء انا يمكن بكيته اضعاف اضعاف عشان بيعتزل، وبالذات كلمه الف شكر الف شكر. فدي كانت اول مره اشوف كابتن محمود الخطيب الاسطوره. لا 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 استحاله انساه عشان كده سموك بيبو. فمن هنا بقى بقيت احب انا يقولوا لي يا بيبو، يعني انا بقيت انا اسمي بيبو ما اسميش احمد اسمي بيبو، فبقى يقولوا لي بقى يا بيبو وبتاع لحد ما بقى اسمي بيبو. لدرجه لما انا اخترت الرياضه بتاعتي اخترت كره الباسكت لانها لعبه جماعيه وفي نفس الوقت لعبه مهاريه وفيها اثاره وفيها متعه، واخترت كمان المركز اللي ينطبق عليه بيبو اللي هو مركز صانع اللعب. مركز صعب قوي جدا ولكن ممتع جدا، وبيبقى فيه تكاليف عليه والمدرب بيحمل عليه، بيبقى مدرب هو في الملعب. هو المدرب في الملعب بالظبط كده صحيح. بس فدي كانت اول مره اشوف فيها الكابتن محمود الخطيب، من هنا بدات القصه. وكان ليا برضو احد الحفلات شفت الكابتن محمود الخطيب ولكن ما قدرتش اقعد معاه، وكنت فرحان وفخور طبعا اللي انا شفته، وبتمنى طبعا وانا على الهواء وعلى قناه الاهلي اللي انا اشوفه تاني، وفي قلبي بقى النادي الاهلي يعني ان شاء الله قريبا يعني. اكيد عمر كابتن محمود بيتاخر، والحقيقه كابتن محمود يمكن اكبر حاجه بتميز او اكبر خلق يعني بيميز الكابتن محمود الخطيب وهو التواضع، وده اللي مخلي الناس كلها الحقيقه جداً تتعلق بيه وتحبه جدا. ويمكن جداً التواضع ده سمه من سمات الكبار العظام يعني، هو دايما بيكون متواضع بالظبط بالظبط. ودي طبعا لقطات من مباراه جنوب افريقيا صح يا كابتن؟ بالظبط كده. دي المباراه دي النهائي ها؟ لا دي كانت في الدور الاول. الدور الاول اللي انتوا فزتوا فيها 67-47. لا دي الفاينل. ده الفاينل. ده الفاينل. لا ده الفاينل. ده الفاينل. بس يعني انا عايز اقول حاجه يا ابو حميد برضه معلش يعني. اتفضل يا كابتن. انتوا بحجم المعوقات دي كلها وانت رايح ترتدي قميص منتخب مصر ومعلش عليكوا ضغوط وامور صعبه، يعني كنت عايز ايه من ورا ده؟ بص يا كابتن هيثم المشوار طويل قوي. 23 سنة ده عمري التدريبي. انت بتلبس 10 كمان؟ بلبس رقم 10. انا بعشق حاجة اسمها كابتن محمود الخطيب. كابتن هيثم ده قولا وفعلا. والحمد لله يعني انا متميز جدا في الرميات الثلاثية طبعا بشهادة كابتن عادل واحد المدربين، وحصلت على كاس احسن هداف ثلاثيات في احد البطولات المحلية الحمد لله. يعني بيبو بتلبس 10 وبتشوت 3 بونت كويس وهداف تعتبر،
طب ده انت خلاص بقى تلعب كره قدم، ممكن العب معاك ماتش تحدي كده. انا مستعد والله العظيم، ده ليا الشرف. الشرف ليا انا. انت هتكسبني يا كابتن؟ لا لا لا، انا بطلت بقى لي فتره وهتكسبني. بنتعلم من حضرتك. لا يا فندم والله. لا ده الكلام ده كان قبل الحلقه، احنا النهارده بنتعلم منكم من هنا ورايح. ربنا يخليك. والله ما بقول هذا الكلام مجامله، احنا كنا بنتعلم من الجهاز الفني، انتوا احنا اللي نتعلم منكم. ربنا يخليك يا كابتن. يعني انا عايز اقول لك اللي انتوا بتعملوه والاصرار والعزيمه يفتت الحجر. الحمد لله. ده احنا اللي نتعلم منكم الاصرار والعزيمة. الحمد لله. احنا عندنا سياسه كابتن عادل قايم بيها، رقم واحد قبل الرياضه، قال لك 50% معايا ضامنها في جيبي هي الانضباط والاخلاق والالتزام واتباع التعليمات. ده رقم واحد. قال لك لو انا معايا 50% من الكلام دوت، انا ال 50 في الثانيه هنتوكل على الله رقم اثنين، ونعم بالله هنجيبها، وثم نجتهد. وبالتدريبات زي ما الكابتن عادل قال، كنا بنقوم 5 الفجر، متهيألي مفيش فرقه في العالم عملتها. مستحيل. وكنا في عز البرد، ويمكن كنا بنقول للكابتن بنتلكك له نقول له احنا صعبان علينا الراجل اللي بيفتح، ولكن احنا صعبان علينا نفسنا، ولكن في امل علشان نجيك بالكاس ده. بعد 23 سنه اجتهاد وتعب وما طلعناش لمنصه التتويج، يمكن انا اول منصه تتويج اطلعها واخد ميداليه كانت في 2017. طبعا كان بقياده الكابتن عادل. يعني كابتن عادل يمكن